قلت لكم حكايه نتاع انا كنت المده الاخيره كنت في واش يسميها في سنغافوره. سنغافوره مواطن عنده حق يخرج القمامه نتاعو خطره في الاسبوع. في اوروبا والدول الغربيه خطره في النهار. احنا في الجزائر كان عندنا بعض الاحياء السيارات لي بنتوسز نتاع نيتكوم نتاع اكسترانت يفوتوا 4 مرات 5 مرات. وش هو السبب؟ مثلا مواطن في البيت نتاعو ينتج 10 كيلو من القمامه، من المفروض يجيب كيس نتاع 10 كيلو، هو واش يدير؟ يجمع 5 اكياس كل كيس نتاع 2 كيلو، كل ما يطلع من 2 كيلو يديشو للشارع. يعقل هذا؟ لازمكم توعيوه. قلت لكم في اوروبا مثلا دولي الخطره في 24 افيك لو تري سيليكتيف داير تجيب القمامه نتاعك مصنفه ما تخلطوش. حنا حتى نعم ضربي حتى الخبز يا عجب الخبز ونوضعوه في القمامه يرضيكم هذا؟ والخبز هذا كي نضع الخبز لان الدوله الجزائريه راهي تقتني القمح من النوع الجيد بالعمله الصعبه حتى الثمن نتاع الخبز ما نجمش نسددوا ثمن الخبز.